بهاي الفقرة رح نحكي عن جوقة الناي اللي تأسست بال 2011 مع طبعا قائدة جوقة الناي ديانا تلحمي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. في دنيا يا دنيا. أهلا وسهلا ديانا. يعني جوقة الناي بالبداية على أساس نوضح بس للسادة المشاهدين شو تقصدوا في جوقة الناي؟ جوقتنا هي جوقة تأسست لخدمة المجتمع ولخدمة أنه نرتقي بمستوى الناس والأطفال الموسيقي. عشان هذا كتير بيساعد الأطفال بهاي المرحلة من العمر أنه بالتنظيم بأفكارهم بأنهم يقدموا إشي فن راقي للناس. فهي بصراحة يعني بتعلموا بعض التمارين الصوتية وبيقدموا هذا الفن للجمهور، والجمهور يعني بنحب انه يكون دائما فيه اطفال حتى يستمتعوا بهذا الشيء ويعرفوا انه عن هاي الجوقه اكثر واكثر. يعني هي لفئه الاطفال تحديدا. نعم. من عمر قديش لقديش؟ من عمر 9 سنين حتى 8 سنين كمان بناخذ لعمر 17 سنه. هي تأسست السنة الماضية مش هيك؟ نعم. أنتوا بديتوا فيها السنة الماضية. كتير منيح. رح نحكي عن أهم النشاطات اللي قمتوا فيها خلال السنة الماضية، لكن كنت حابة أعرف، يمكن صار عندي فضول أعرف ليش آلة الناي تحديدا؟ نعم، احنا حبينا آية الناي لأنه هي آلة عربية وإحنا بالآخر يعني لخدمة الوطن ولرفع مستوى الوطن، فمنحب حبينا اسم ناي لأنه كمان هي صوتها حلو وآلة عربية، ومنحب إنه هم كمان أصواتهم يعني تكون عبارة عن زي صوت الناي هيك رقيق وجميل والناس تستمتع لما تسمعه. طبعا هم بيغنوا بصوت وبصوتين يعني وأحيانا 3 أصوات يعني بيكون في هو صوت أوبرالي أكثر مش هيك. نعم. على الطريقة الأوبرالية لأنه معروف. نعم. هو الجوقة دائما يمكن ننسبها للتراتيل. هون مختلفة. نعم. يعني حسب ما قلتي لي قبل. نعم. إنه الجوقة هاي جوقة هي فنية أكثر من إنها دينية. نعم. احكينا شو طبيعة الاختلاف بالنسبة للجوقة. هي أول إشي مثلا هم لما بيجوا بتعلموا كيف يتنفسوا صح بطريقة الغناء، يعني لازم يكون في تنفس معين، لازم هم يتنفسوا صح قبل ما يبلشوا انهم يغنوا. بعدين بنعطيهم تمارين للصوت زي تحماي انهم بيصيروا يتعودوا كيف تقنية يطلعوا الأحرف ويطلعوا الموسيقى بشكل جميل وبشكل صحيح طبعا علمي. وبعدين في عنا كودايز ميثود، هذا كوداي قراءة النوتة، يعني كيف بيقدروا يطلعوا أصوات النوتات عن طريق حركات بإيديهم. وبصيروا بالمستقبل يتعلموا إنهم هم يغنوا بواسطة هاي الحركات اللي بالإيد النوتات شوي شوي لحد ما يدربوا صوتهم، بعدين بصيروا يقرأوا النوتة. لما بصيروا يقرأوا سطر موسيقي فبصيروا هم بيغنوا بهارموني، يعني كلهم في عنا الصوت أول وصوت ثاني بيغنوا مع بعض نفس اللحن، لكن منحس في هارموني، منحس في زي إشي جميل بالصوت يعني بيطلع من الأطفال. وبعد فترة بس حتى لو كان الهارموني هذا ما كان أساسا، يعني لما بتختاروا الأطفال يمكن تختاروهم بشكل عشوائي، ما بيكون اختيار بناء على نغمة الصوت أو طبيعة الصوت، بس أنتوا بتشتغلوا على أنه تعملوا هاي النغمة متناسقة مع بعضها البعض. إحنا بصراحة في أول ما بيجي الطفل بيخضع عنا لفحص للصوت. هلأ إحنا بهمنا أنه مثلا هو ما بينشز باختيار، يعني لما بنعمل له هذا الفحص أنه كل النوتات اللي عم بيحكيهم فرضا صح. هلا احنا بدورنا من ساعده انه هو يصير يغني بطريقه صحيحه في حق، اذا كان عنده يعني هو انه عم بيجيب كل نوته مزبوطه، احنا بنساعده انه يغني بطريقه صحيحه. وكل طفل عنده هاي القدره، وكل طفل يعني بخضع لهذا الفحص وبعدين بفوت على الجوقه بنحطه بمكان ما هو لازم يكون موجود وبنعطيه التدريب الخاصه فيه. حتى التعامل مع الاطفال سهل لانه سهل تكوينهم او يعني اعاده تظبيطهم حتى انه يقدروا يعطوكم احسن النتائج مش هيك؟ طبعا. يعني هم الاطفال جدا يعني ملتزمين وبحبوا كثير انهم يجوا على الكواير. يعني في كثير الاهل كمان مهم بيلعب دور هذا في انهم يثابروا على الحضور، زائد انه بدهم شخصيه. يعني هم لما الإنسان بده يعلم الأطفال بدهم شخصية يحسوا إنه هذا الشخص بحبهم وبده مصلحتهم وعم بعلمهم إشي، فهم بقدروا هذا الإشي وبنصتوا. فعشان هيك يعني
بحبوا الشيء اللي عمالهم بيعملوه، وعندهم القدرة انهم كمان يتعرضوا لعدة حضارات وثقافات ثانية. يعني كثير حلو باستخدام الجوقة. يعني انتم من خلال الجوقة بتطلعوا بتسافروا بتعرضوا حفلتكم خارج الأردن، احكينا شوي عن النشاطات اللي قمتوا فيها. احنا بنحب يعني بالمستقبل القريب ان شاء الله انه نطلع برا ونقدم هذا الشيء، احنا لسه متأسسين جديد، بس بالوقت الحالي احنا شاركنا مثلا في مهرجان أغنية الطفل مع المجمع العربي للموسيقى العربية، وهم غنوا مع الأوركسترا عمان السيمفونية وغنوا 18 أغنية ل 18 دولة عربية. طبعا هم كانوا هدول الأغاني بيختلفوا بإيقاعاتهم بألحانهم بيعطوا يعني بيعطوا زي ثقافة عن البلد نفسها اللي هم بغنوا لها، فهذا إشي كان عظيم بالنسبة لهم. شاركوا جوقة سويدية وتدريب سويدي، اكتولي هو برنامج سويدي انعمل علشان خدمة المجتمع والأطفال الأقل حظ والأطفال اللي هم ما بيصح لهم انهم يدخلوا جوقات ومن الأيتام مثلا، فهن ساعدوا هدول الفئة من المجتمع انهم يتعلموا موسيقى، فهاي كمان من أهدافنا ومن رؤيتنا انه احنا كمان نخدم شريحة معينة من المجتمع، زائد انه ينضم لنا كمان ناس من هاي الفئة. خلينا نشوف يمكن هاي من بعض النشاطات اللي قمتوا فيها، يعني يمكن تحكينا شوي عنها. يعني هاي اول صوره فيها التدريب العادي اللي بيتم، يعني احنا بنتدرب دائما بتلتقوا بهاي يعني لازم تلتقوا عشان يصير في نوع من التدريب بشكل نعم دائم. احنا بنلتقي بالوقت الحالي مرتين في الاسبوع في لكم مكان معين. نعم في مدرسه الفرير بجبل حسين، وعندنا حفله فيها بكره، في بنلتقي احنا هناك وبنقدم الفقرات وزائد كمان يعني من نتدرب فيها. هم بتشاركوا بحفلات مدارس كمان ولا لا؟ احنا ما عندنا مشكله، يعني احنا في عندنا حفل خاص لنا وبندعو عليه الناس، بندعو عليه المدارس، يعني عندنا زي حفلتين بالسنه. بشهر 12 عندنا حفله، وفي عندنا حفله بشهر 6 بتكون يعني اللي هي بكره. بكره وين الحفل راح يكون؟ في مدرسه الفرير، بنفس المدرسه اللي بنتمرن فيها، و يعني أهلا وسهلا في أي حدا بيحب يجي. دعوة عامة للجميع؟ نعم أي حدا بيقدر يجي عليها هاي الحفلة، وعلى الساعة 7 غدا. وهي مثلا في من هاي الصور لما كانوا بيساعدوا الأطفال الأيتام نعم والأقل حظ. يعني خطتكم المستقبلية انه حابين انه يعني حتى مثل هيك حفلات تعملوها خارج الأردن، خارج الأردن او بالمحافظات بالأردن. يعني احنا بخدمة الأردن اولا، وبعدين بنحب انه يكون في يعني اتصال مع دول تانية ومع برا، ونطلع يعني على يتعرف على ثقافات تانية ودول. يعني الموسيقى هي لغة العالم، فاحنا لما بنرتقي فيهم وبنعلمهم وبنخليهم انهم هم يشاركوا دول تانية، يعني وحتى لو أجانب حتى لو ألمان لو السويد أو أي بلد، فهن بيتعلموا ثقافة هالبلاد وبتشربوها وبيرتقوا. يعني هل بيكون في شروط معينة لحد ينتسب الطفل بهذا العمر عمر 9 سنين لهي المؤسسة أو نقول هذه الفرقة؟ يعني ما في شروط غير إلا هو بيجي وبيقدم فحص للصوت يعني وإحنا بنحطه حسب الفئة اللي هو بيستحق إنه يكون فيها. والطفل اللي بتحسه إنه مبدع وعنده يعني عنده تميز في بعض المراحل، في هيك حالة شو بتعملوا معه؟ هذا الشيء كمان كتير مهم. أنا في عندي فرق بالعمر بالجوقة، ففي بعض الطلاب يعني بس يوصلوا 17 سنة و16 سنة بقدر أحكي عنهم إنهم صاروا يغنوا بطريقة بروفيشنال أو يعني طريقة جيدة جدا. يعني فيها الناس يعني فيها نوع من التميز. تميز نعم. فأنا بخليهم دائما يغنوا أغنية مثلا لوحدهم في الحفلة حتى الناس تسمع وين وصل هذا الصوت. وإحنا بالأول أو بالآخر يعني الحفلة بتكون كمان لإظهار الأهل إيش وين وصلوا أبنائهم من التطور، فهن بيلاحظوا هذا التطور بكل حفلة إحنا بنعملها. وهاي الحفلة كمان فيها ناس رح تعزف على آلات، فحتى طلاب الجامعة
الجوقة يلي عندهم ميول أخرى غير الغناء فهن بيبرزوا برضو هذا الإشي. يعني في طالب رح يعزف على الجيتار مع الجوقة، في ناس رح يعزفوا على البيانو، في على الفيولين. في أشخاص كثير بكون يمكن عندهم ميول تاني غير الناي مثلا. إحنا هدول كمان مندربهم، يعني إحنا مش بس مقتصر على الغناء، حتى هدول إحنا مندربهم كيف هم يرافقوا فرقة. يعني هم بالنسبة لهم بيروحوا على هالحصة بياخدوا الدرس وبيسمعوه، بس معانا يعني بتعلموا كيف هن يرافقوا الجوقة بالعزف تبعهم، وهذا الإشي كتير مهم وكتير صعب يعني إنهم يتعلموا. وكمان في طلاب بيعملوا بيعزفوا يعني زي إنه لحالهم، وفي طلاب بيعزفوا على آلات القرعية، لأنه إحنا كمان أورف هو يعني مؤسس موسيقي مهم كتير زي كوداي، واحد منهم اشتغل على الإشي اسمه الإشارات اليد، والثاني اشتغل على الآلات الإيقاعية، فإحنا كتير كمان نشتغل عليها. ما هاي اللي كنت حسألك عنه، أنه بالفعل يعني حضرتك قائدة جوقة الناي، وأكيد بيكون في أشخاص تانيين بيساعدوك حتى أنكم توصلوا لهي المرحلة من النجاح. المضبوط، يعني كإدارية بتساعدني جورجينا تلحمي أختي، بس أنا يعني لحد هلأ لحالي أنا اللي بدرب على كل إشي، بس بعمل زي أوقات معينة لكل إشي، يعني وقتي كله إلهم، أيام بكون مع اللي عم بعزفوا، أيام بكون مع اللي بيغنوا، فهذا النشاط بيكون إشي لا منهجي. هن بيجوا بعد دوامهم بالمدارس، بيجوا بتدربوا وبكل قلب رحب، يعني بحبوا يشتغلوا. حلو، كنت حابة أتأكد بس إذا كان في هناك مؤسسات داعمة وبتساعدك، يعني في حال أنه بلشتوا بحفلات، حفلات كبيرة نقول مثلا، هل في مؤسسات داعمة لإلك؟ في مؤسسات مثلا يعني مخزن هدايا الأردن، في النواة، مؤسسة النواة ورؤية عم بدعمونا، وطبعا في يعني احنا لساتنا جداد، بس اهلا وسهلا في اي حدا بحب يدعم الفرقة هاي علشان تصير وتكبر، لانه احنا كتير اهدافنا يعني انه بحسها مهمه يعني. احنا بنتمنى لكم التوفيق اكيد ديانا تلحمي قائده جوقه الناي، وبنذكر بانه الحفل حيكون بكره ان شاء الله الساعه 7. نعم. في مدرسه الفرير جبل حسين والدعوه عامه للجميع. اهلا وسهلا طبعا. شكرا لك. اهلا، شكرا لك.